اتكلمنا عن المرأة، واتكلمنا كمان عن الأم، ومفيش كلام يكفي لحق قدر الأم، ومفيش كلام كمان يكفي قدر أم الشهيد تحديدا. ليه أنا دايما بركز في هذه المناسبات على أم الشهيد؟ لأن هذه الأم هي أم عملت كل ما تفعله باقي الأمهات من حنان وعطف وسهر وتربية وتنشئة وخوف وتضحية وكل حاجة، ثم ضاعفت هذه الميزة وهذه الغريزة وهذه الفضيلة بتقديم ابنها فداء للواه ثم للوطن، ومحتسبة وصابرة وسعيدة بما قدمت. عشان كده أم الشهيد في هذه المناسبات تستحق مننا 1,000,000,000 تحية. مساء الخير يا مدام سهام. مساء الفل، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك انت؟ كل سنة وانت طيبة، وحضرتك بالصحة والسلامة يا رب. وكل المصريين بلا استثناء بيقولوا لي كل سنة وانت طيبة، وكلنا ولادك وكلنا اخواتك وكلنا بنحبك وكلنا مقدرين ما قدمتي للبلد ولن ننساه. ربنا يخلي كل المصريين الأصيلين اللي بيحبوا بلدهم ويعدينا من كل حاجة صعبة، وخصوصا الأزمة اللي احنا فيها دلوقتي، وربنا يطول في عمر الرئيس ويقدره على المهمة الصعبة. اللهم آمين. الحقيقة قلتي امبارح كلام في حضرة الرئيس أنا توقفت عنده كثيرا. أولا يعني صلابتك وتفهمك شيء يقدر، لكن كمان فكرة أنه هذه النماذج من الشهداء اللي قدموا أرواحهم سواء من الجيش أو من الشرطة لصالح بلدهم، الحقيقة الأجيال الجديدة لازم تتعرف عليهم ولازم تعرف سيرتهم ولازم تتعلم منهم، لأنه الجيل الصغير اللي ما عندوش قدوة هيطلع جيل تايه. صحيح صحيح، وبالذات أن في يعني دعاية خبيثة مضادة شغالة ما بتمكلش ولا بتمل. صحيح. وبينتهزوا كل فرصة عشان يعني ينفدوا منها ويدخلوا للشباب اللي يعني غار، مش مدرك، ما يعرفش ايه اللي احنا جينا منه. صحيح. ايه حجم الخطر اللي كنا فيه، وربنا سبحانه وتعالى بفضل الزعيم اللي بعته لنا نجانا منه، وبفضل تضحيات الشباب اللي زي الفل اللي ما بخلوش بروحهم ووقفوا البلد دي على رجليها. صحيح. اللي ما يعرفش يعني معنى ايه انه يكون عندك بلد ما فيهاش ميليشيات، ما فيهاش حد يخطف ويقول لك عايز فديه، ما فيهاش مش عارفه جيش مش عارفه ايه، بلد ما فيهاش إيه؟ بلد اساسا، ده في في بلاد فكره الدوله راحت، ولا اللي قاعد في مخيم الزعتري ومستني حسنات. صحيح. البتاع. صحيح. احنا بلد كبيره 100,000,000، ما كانش حد هيدخلنا، كانوا هيدونا بالجزمه زي ما بيقولوا. لا ما حدش يعني يقدر يا استاذه، ما تقلقيش. لا يعني ما حدش يقدر، ما تقلقيش، لا قدر الله. يعني احنا اقصد مش 20 ولا 30 مليون ولا احنا عندنا دوله وعندنا وطن وعندنا مؤسسات. فالحمد لله ربنا نجانا من مصير اسود، فنعرف القيمه دي، نعرف. صحيح. يعني ايه بلد بابك بيتقفل عليك بتروح. لا، والنماذج اللي حضرتك قلتيها سواء ابن حضرتك الشهيد رحمه الله عليه او الشهداء او الابطال اللي بيخدموا بلدهم في كل موقع، هو ده الاولى بالدراسه من ان احنا ندرس نماذج لتواريخ دول اخرى ولا تاريخ. ده اللي بقصده. بقاله 10,000 سنه. بس من اعماق التاريخ وتقول لي مثلا فلان الفلاني وفتح مش عارفه ايه وعمل ايه. صح. انت عندك نماذج جاهزه. احسنتي يعني احسنتي. يعني انا مش بس جاهزه يا استاذه، دي كمان طول ما هي قريبه هتبقى ملهمه للجيل الحالي اكتر. يعني يا ريت تتقدم في اطار حلو، في حبكه قصصيه. صحيح. فيها حاجات انسانيه، الناس تعرف خلفيات الناس دي ايه، عندك اهاليها تبقى فخوره بيها. وضم صوتي لصوتك يعني كمان، انه مش بس يدرس في المدارس في اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي وابتدائي، لا كمان بدل ما هم مصدعيننا في بعض الاحيان يعني بمسلسلات رمضان اللي عشان الايه ولا ايه، ما يعملوا مسلسلات رمضان عن هذه النماذج. صحيح. ويتعمل الحبكه الدراميه اللي بتقولي عليها بقى، قصه يعني حبكه دراميه. صح. ممكن يضيفوا عليها وبما ما يخلش يعني بالحاجه الاصليه. مظبوط. وتبقى في اطار يعني شيق حلو، الشباب يعرف ويعرف قد ايه الناس دي يعني ايه واحد تخلى عن شبابه وحياته عشان البلد. فيعني عندك حق. يعني طبعا بنتعشم خير انه بعد ما تنزح الغمه دي ان شاء الله. انا بضم صوتي لصوتك يا استاذ سهام، وان شاء الله هندعو لده سواء في التربيه والتعليم او في الثقافه
واصدارات وزاره الثقافه او هنا عندنا في الاعلام علشان الناس دي مش بس تاخد حقها، لكن كمان اجيالنا الجديده من الشباب يعرفوا ان في نماذج وقدوه تستحق ان احنا نمشي على هداهم وعلى الطريق اللي هم سلكوه. فعلا ده كلامك مظبوط. انا بشكرك شكرا جزيلا، ومره تانية كل سنه وحضرتك طيبه، ومليون قبله على جبين حضرتك وكل ام شهيد قدمت اغلى ما عندها لصالح هذا الوطن. لمدام سهام الام، ولامي اللي مفتقد ان انا اشوفها بقالي فتره وان شاء الله اشوفها قريب بعد الغمه، ولكل ام موجوده في بيتنا، ولكل ام كمان رحلت عن عالمنا، ههديكم واهديهم هذه الاغنيه. وبالمناسبه دي لفته جميله جدا لابن صديقي، انتوا عارفين المطرب الشهير امير عبد الله، ابنه كمان ابن الوز عوام، بس وز جامد يعني، عامل اغنيه حلوه، عمرو امير عامل اغنيه حلوه، انا اهديها لامي وامك وكل الامهات وامهات الشهداء، وهي اغنيه جديده، فرصه ان احنا نسمع اغنيه جديده لسه معموله حديثا عن الام وعيد الام.